تونس تقف في عنق الزجاجة، وبقدرة قادر وبحكمة رجل القانون الفذ وحنكة صاحب الاختصاص. نحاولوا باش نرصوا صفوف ونكونوا يد واحده، نعم للدستور اللي يوحد الشعب التونسي، نعم لحكم الفرد. وبيان سور ما نجمش يكون الشعب اللي فايق، ما نجمش يخلي حتى انسان حتى رئيس يكون ديكتاتور او امبراطور. دونك فاما حياه تسر الصديق واما ممات يغيظ العداء. ونتمنى ان ينجح هذا الدستور لفائده الشعب اللي يقول لا. دستور 2022 جاء نتيجة استشارة للشعب، إلا أنه الأفضل من مشاورة شيخين في غرفة مظلمة. تونس بلا تدخل أجنبي، مطهرة من العملاء والخونة والكلاب الضالة والقطط السمان. نحن حركة الشباب الإصلاحي، شعارنا الشباب أحق بالقيادة. أما آراء المواطنين عن المقدرة الشرائية والبتالة والحرقة وكما يقول البعض تبديل السروج فيه راحة، والسلام عليكم ورحمة الله.